التشكيلتين، التوزيع أو الركنية منفذة، تعود الإبعاد من الدفاع مرة أخرى منفذة. والأهداف المباراة، الأهداف المباراة لشبيبة بجاية مبكرا فعل عند الدقيقة الثانية بايتاش، هدف مباغت وهدف أخلق تقريبا كل حسابات فريق رائد القبة مع هذه البداية. فرحة جماهيرية كبيرة، الرأسية من بايتاش بدون مراقبة. إذن الثقة التي وضعها معز بوعكاز في هذا الحارس بالتأكيد، وخطأ وكرة مفتكة قد يكون التعادل. لا 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 لا، ضاعت من أمام الحارس مكراش الذي كنا نتحدث عنه منذ لحظات. أي الخروج بشكل ممتاز لكن تضيع، تعود لحسين مترف، كرة أخرى لجلاوي أعتقد في منطقة الجزاء، محاولة التوزيع لكن من دون مستقبل. التوزيع مرة أخرى من الرائد إلى ضربة ركنية. يعني كثافة العددية لمدافعي شبيبة بجاية في هذه اللقطة، لكن نقص منفذة العددية مرة أخرى بالرأس لكن فوق المرمى. مضايقة موجودة لكن رغم ذلك إلى بوحدة، وحدة محاولة التوزيع لكن من دون مستقبل، دون رد. طبعا الاتحاد يحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة. وتسديدة مترف حسين، الرد جاء بقدم مترف حسين المعروف بتسديداته اليسارية القوية، ومكراش يتدخل، التدخل الدفاعي كان ناجح، وكرة كرة المترف مرتدة إلى التماس منفذ مباشرة إلى منطقة الجزاء. الهدف الأول، هدف التعادل لرائد القبة مبكرا مثلما فعلها شبيبة بجاية مع بداية المرحلة الأولى. إذن أحدى زكريا أعتقد هو من عدل النتيجة في هذه اللحظات بتسديدة صاروخية قذيفة من بعيد تغالط الحارس مكراش. إذن هدف التعادل. دائما يظهر هذا اللاعب في الكرات الثابتة، مخالفة منفذة مباشرة. شميني ينقذ مرماه من أمام المدافع مطور الذي صعد ليسانده. أي تعلي، محاولة التمرير في دار المدافعين، مترف مرة ثانية، مترف باستماتة أيضا في بعض فترات اللعب والانطلاقة من زيناسني. زيناسني محاولة التمرير في دار المدافعين من دون خطأ، يقول الحكم ركلة جزاء، ركلة جزاء لشبيبة بجاية، يقول الحكم فريد بهلول وسط احتجاجات لاعبي رائد القبة. يتقدم خان والهدف الثاني، هدف المباراة لشبيبة بجاية غانم. إذن يضيف الهدف الثاني لشبيبة بجاية عبر ركلة جزاء. سنتأكد من اللاعب البديل. حسين مترف محاولة التسديد، الأرضية الزاحفة إلى أقصى اليسار إلى البديل بغانم، تمريرة لزيناسني طلب الكرة من الخلف اللاعب زيناسني، لكن الحارس جميلي علق الزاوية. ثلاث نقاط